صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في حلقاتنا بنتطرق المواضيع الصحية وطبية تهمكم وتفيدكم، وطبعا يسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. بس قبل ما أذكركم بأرقام التواصل أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، وفي التنسيق إسراء الهاشمي، وفي الإخراج وائل قواسمة. صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. مستمعينا أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم في برنامجنا بنتطرق المواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، وطبعا مواضيعنا بتتطرق للمواضيع، فقراتنا تتنوع من المواد اللي بنقدمها خلال فقرة حلقة اليوم قصدي، وبتتنوع طبعا عندنا فقراتنا التغذوية، وطبعا خبرنا المحلي أو العالمي، وكذلك من ناحية أنماط الحياة في آخر فقرة إن في برنامجنا. نبتدي طبعا بخبرنا المحلي أو العالمي، وطبعا خبرنا اليوم يقول العناية السليمة ببشرة الطفل المصاب بالإكزيما. قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن بشرة الطفل المصاب بالتهاب الجلد التأتبي أحد أنواع مرض الإكزيما. طبعا الإكزيما هي صح حساسية الجلد، بس فيها أنواع، نوع واحد فقط، في أنواع كثيرة للإكزيما تحتاج إلى عناية منتظمة لتخفيف حدة المتاعب المتمثلة في الجفاف والحكة والالتهاب. وأوضحت الرابطة أنه يمكن مواجهة جفاف البشرة بواسطة الكريمات ومستحضرات اللوشن المحتوية على مواد مرطبة مثل اليوريا والجليسرين، بينما يمكن مواجهة الحكة بواسطة مستحضرات العناية المحتوية على مواد فعالة تعمل على تخفيف الحكة مثل مادة بوليدوكانول. أما الالتهابات فيمكن مواجهتها من خلال المراهم المحتوية على مواد فعالة تعمل على تثبيط الالتهابات مثل الكورتيزون. وهالالتهابات ما نقصد فيها الالتهابات الميكروبية، نقصد فيها الالتهابات الجسم الناشئة من الحساسية. وبشكل عام ينبغي استعمال مستحضرات عناية تخلو من المواد الحافظة والمواد العطرية واللي تسبب في تفاقم حالة الالتهاب الجلد العصبي. طبعا حتى النوع الكريمات اللي يستخدمها الشخص المصاب، وخاصة الأطفال المصابين بالإكزيما أو المصابين بالتهاب الجلد أو جفافه، يفضل يستخدمون أو نستخدم لهم الكريمات اللي بدون عطور أو بدون مواد كيميائية تكون قوية، وإلى جانب العناية المنتظمة بواسطة المستحضرات المناسبة ينبغي أيضا تجنب العوامل اللي تتسبب في حدوث النوبات المرضية مثل الملابس الصوفية، دخان السجائر، الهواء الجاف، الهواء البارد، ومسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح وشعر الحيوانات وعث القبار المنزلي. فالوالدين يعني ينتبهون للأشياء اللي تهيج الإكزيما بالنسبة لطفلهم. في مرات بيلاحظون الإكزيما تزيد إذا كان عندهم حيوان في البيت، شعره يعني احتك الطفل بشعره، أو إذا الطفل استخدم أي مادة أو استخدموا لأي مادة سواء كريم سواء صابون أو شامبو. حتى مستحضرات الصابون نركز أنها تكون نسبة المواد الكيميائية أو بدون مواد كيميائية أو للبشرة الحساسة، حتى ما تكون فيها عطور، أساس ما تهيج جس الجلد أكثر وأكثر في هذه الفترة. من ناحية الإكزيما الشيء المهم في ترطيب الجسم،
ترطيب الجسم للطفل أو حتى للكبار لو ناخذها بعين الاعتبار يساعد وايد في تقليل هالالتهابات والحساسية الناجمة. بس نستخدم الكريمات المرطبة اللي ما تحتوي على عطور أو ما تحتوي على مواد كيميائية بشكل كبير. فيعني هل ترطيب يمكن أشخاص وايد يعتبرون أن شيء عادي ومعقول بيأثر؟ بالعكس يأثر بشكل كبير على أن الحالات الإكزيما ما تكون أكثر أو ما تي الشخص حالات باستمرار ويضطر يستخدم كريمات تكون قوية أساس تخفف من حدة هذه الالتهابات. هذا مستمعينا بخصوص موضوعنا اللي هو خبرنا المحلي وهو العناية السليمة ببشرة الطفل المصاب بالإكزيما. وهذا موضوع جدا مهم خاصة بالنسبة للأهل اللي عندهم أطفال يعني يشتكون من ناحية الإكزيما أو مصابين بالإكزيما. النقطة الثانية كذلك نزيد نسبة الماء اللي يشربها الطفل أو الشخص المصاب بالإكزيما، لأن نسبة كمية الماء كل ما كثرت كل ما قل الجفاف سواء جفاف الجلد أو كذلك الجسم. ننتقل لموضوعنا الثاني وهي فقرة السوشيال ميديا، وبنتحدث في موضوعنا اليوم في فقرة السوشيال ميديا عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها. ويانا أسمى الجناحي رئيس قسم الإعلان الصحي بالإنابة، صبحت الله بالخير أسمى. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليكم وعلى كل المتابعين إذاعة نور دبي. حياك الله ويانا. حاليا نحن موجودين وقاعدين نغطي منتدى دبي الصحي. نعم. واللي هو يبدأ اليوم ولمدة يومين 2 و3 مارس 2022. تقريبا المنتدى في أكثر من يتكلم عن محورين رئيسيين لكل يوم، محور جائحة كوفيد وما بعد جائحة كوفيد، والمحور الثاني تحويل الرعاية الصحية. في واي يعني محاور مختلفة، كيف الإعلام في كوفيد، دور الإعلام، الجائحة والوضع الطبيعي الجديد، النيو نورمال كما يقولون، أيضا إنشاء الصحة الرقمية، الجينوم، في كثير من المواضيع اللي المنتدى يعني بيطرحها في هذا خلال هاليومين. ممتاز. موجودين في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر لين الساعة 5 مساء. ممكن التشجيع عن طريق الموقع الإلكتروني dxb.health.forum أو حتى يقدرون التسجيل الموجود عند البوابات. ممتاز. فتقريبا يعني نحن خلال قنوات التواصل الاجتماعي قاعدين نركز على تغطية هذا المنتدى، وننصح الجميع أن يتابعون حساب المنتدى لحسابات خاصة اللي هو dhf_dubai. بدهم يتابعون حساب هيئة الصحة، لما يضغطوا على الستوري بيطلع لهم أكاونت المنتدى. الجميل أسمى في المنتدى يعني كل سنة مواضيع تختلف، ومواضيع صح تتعلق بالأشياء الصحية اللي في نفس الفترة، بس الجميل كذلك في المنتدى أن ما فقط أشياء صحية، حتى الابتكارات الصحية تدخل أشياء كثيرة فيه، فتعطيه طابع شوي مميز عن أي مؤتمر طبي ثاني. الشيء بعد دكتورة الحلو، نحن دائما يعني فترة روي نتكلم عن إنشاء مركز دبي للقلب السليم في المنطقة، وفي يعني يعلم بيكون على مستوى إمارة دبي، واللي هو يعني بيساهم إن شاء الله في إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص. صحيح. بس بوجود هذا المركز في المنتدى هذا هناك أكثر من موقع، يعني تقريبا قسم كامل لمركز التحكم والسيطرة المنتدى، للسوري المركز للقلب، التشخيص، تشخيصات الأبعاد، تشخيص بتقنية الذكاء الاصطناعي، العمليات الروبوتية، يعني تقريبا اللي عنده اهتمام في علاجات القلب، وكل هالأشياء موجودة في هيئة الصحة، لكن أيضا بتكون موجودة، يعني بيكون لها مثل رفلكشن كامل على الجهود اللي تقوم بها دبي في بما يتعلق بالقلب. صحيح. أيضا هناك معرض مصاحب في مجموعة من الابتكارات اللي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص موجودة في الموقع. ممتاز. نذكر المستمعين بالموقع كذلك dhf_dubai بالنسبة لي منتدى دبي الصحيح. dhf_dubai على تويتر وإنستغرام. ممتاز.
ونتمنى لكم الصحة والسعادة دكتورة. ونتمنى لك الصحة والسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرة السوشيال ميديا لليوم، وتحدثنا عن منتدى دبي الصحي، ونذكركم بموقعه dhf_dubai بالنسبة لتويتر وإنستغرام. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005-5-1414 ورسائل النصية على 4006. حياكم الله. وصلتنا رسالة نصية من الأخو عبد الرحمن الحصاي، صب عليكم جميعا، صبحك الله بالنور والسرور أخوي عبد الرحمن. نرجع لفقراتنا، نبتدي الحين بفقرتنا التغذوية. وطبعا اليوم بنتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو التغذية قبل وبعد ممارسة الرياضة. طبعا ممارسة التمارين الرياضية تحتاج الخطة جيدة للحصول على نتائج مرغوبة، وكل اهتمام بنوعية التمارين ومدتها، إضافة إلى الأطعمة التي تعتمدها لنظامك الغذائي، وتحديدا ما نتناوله قبل وبعد التمرين، لأنها تعتبر جزء لا يقل أهمية عن التمرينات اللي نأديها، وربما تكون هي العامل الرئيسي لنشاط العضلات والحصول على قوام مناسب وحرق الدهون بطريقة أفضل. وللحديث أكثر عن هالموضوع يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة رانيا صفوان، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذة رانيا. صباح النور يا هلا، حياك الله ويانا. الله يعافيك. طبعا موضوعنا جدا مهم، وهو بخصوص التغذية قبل وبعد ممارسة الرياضة، فحابين نتحدث بداية عن أهمية الغذاء الصحي المتوازن بشكل عام قبل ما ندخل بموضوعنا الأساسي. تمام. هلأ مثل ما ذكرتي، عندنا الغذاء الصحي المتوازن هو مفتاح أساسي للصحة بشكل عام، فعنا ياهن بالتزامن مع الرياضة، الغذاء الصحي متوازن مع الرياضة. لما نحكي غذاء صحي متوازن، مو بس نوعية الأكل مهمة، كمان عنا تنظيم الأكل مهم. فغالبا نحن بشكل، يعني رح أحكي بشكل سريع ومبسط جدا، إنه نقصد في تناول 3 وجبات أساسية، وجبتين خفيفتان بين الوجبات. نعم. تنظيم مواعيد الأكل ونوعية الأكل العامل الأساسي للنظام الصحي. على سبيل المثال، الوجبات الأساسية مثل الفطور والغداء والعشاء لازم تحتوي على جميع العناصر الغذائية من البروتين والكربوهيدرات والدهون. هلا إذا بدنا نحكي بشكل عام كيف ممكن يكون النظام الصحي المتوازن، فبكل وجبة أساسية خلينا نتبع نظام صحني. نظام صحني شو يعني؟ يعني نصف الصحن نركز على الخضروات والفواكه، نعم. ربع الصحن يكون من البروتينات، والربع الآخر يكون من النشويات. هيك نحن بكون ضمننا خلال اليوم أكلنا جميع العناصر الغذائية اللي جسمنا بيحتاج لها. أكيد طبعا، يعني بأخذ عين الاعتبار الأكل اللي يكون ما فيه دهون كتير، يكون غني بالألياف والمعادن والفيتامينات، نركز على الخبز الأسمر. هاي التفاصيل اللي هلأ صار أغلب الأشخاص على علم ودراية فيها. يعني أكيد لازم نضيف الكالسيوم لغذائنا، اللي هو عن طريق يا أما شرب الحليب، يا أما اللبن، أو حتى الأجبان. هي كلها مصادر أساسية للكالسيوم، بحيث ما نفقد أي عنصر أساسي من الوجبات. صحيح. أستاذ رانيا، طبعا احنا كنا عارفين قبل ما اتوجه لاي رياضه او تمارين رياضيه تكون طاقتي مختلفه عن بعد التمرين، يعني على طول، فحابين نتعرف شو هي الاغذيه اللي يفضل تناولها قبل التمارين الرياضيه. صحيح، مزبوط. في وجبات معينه لازم، او في اكلات معينه لازم ناكلها قبل التمرين. هلا هون كمان بيعتمد على توقيت التمرين، هذا الشيء رح نتطرق له كمان شوي. ممتاز. بس بشكل عام يفضل تناول كميه من الكربوهيدرات السهله والبسيطه، مثل شو؟ ممكن مثلا فواكه، ممكن عصير. طبعا هذا الشيء يكون قبل نصف لساعه قبل التمرين.
ما بدنا ننسى نحن العضلات بحاجة للجلوكوز اللي هو متواجد في الكربوهيدرات. صحيح. هو الجلوكوز هو يعني مصدر طاقة أولي خلال ممارسة التمارين بشكل عام، وبشكل خاص التمارين القصيرة وعالية الشدة مثل رفع الأثقال. يعني في كتير أشخاص اللي بيرفعوا الأثقال بيخافوا من الكربوهيدرات، بيركزوا كتير على البروتين وبينسوا الكربوهيدرات. صحيح. وهو مصدر أساسي للطاقة، وهو مصدر رئيسي لهي الرياضات اللي هي عالية الشدة. الجسم بحاجة لها لحتى يقدر يمارس الرياضة بشكل صحيح. نعم، تكلمنا طبعا عن المأكولات أو الأقذية اللي يفضل تناولها قبل التمرين الرياضي. الحين بعد التمرين الرياضي شو هي الأقذية اللي يفضل تناولها؟ ممتاز. هلأ بعد التمرين الرياضي يجب نركز على البروتينات. البروتين لازم يكون أساسي. في عنا تقريبا خلال ساعة بعد أي تمرين، أي نشاط رياضي سواء منتظم غير منتظم، سواء طويل سواء قصير، لازم نركز على موضوع البروتين. يفضل أنا دائما بنصح أنه ناكل وجبة كاملة، يعني ما يكون بس بروتين عالي أو كذا، لا يكون في وجبة كاملة. ممكن ساندويتش مثلا تونة، اللي هو التونة يكون هو المصدر البروتين الأساسي، مع شوية خضروات، مع التوست اللي بيكون غني بالألياف. تكون وجبة متكاملة بس تكون نسبة البروتين عالية. نحن بحاجة لنسبة بروتين عالية لحتى نعيد بناء العضلات اللي ممكن تكون أوقات إذا كان التمرين شديد جدا، ممكن بعض العضلات مشان الجسم ياخذ طاقة ممكن يصير ياخذ من العضلات إذا عنده مخزون الجلوكوز أو الكلايكوجين نفد، فممكن يصير ياخذ من العضلات. فنحن من يعني الشيء الاساسي اللي نعمله بعد الرياضه انه لازم نركز على البروتين. هلا ممكن الامثله مثل ما حكيت الاسماك او التونه بشكل عام. نعم. الدواجن بدنا نركز انه يكون قليل بالدهون، يعني مثلا اخذنا ناخذ صدر الدجاج، نبتعد عن الجلد، نبتعد عن المقالي، نبتعد عن المأكولات السريعه بشكل عام. المكسرات ممتازة، حتى لو مثلا البقوليات كمان مصدر ممتاز من البروتين، البيض، الفول بأنواعه، يعني في عندنا كثير مصادر وأنواع للبروتين. في أشخاص بفضلوا ممكن ياخذوا بروتين شيك مثلا، هاي البودرة البروتين اللي بتنخلط مع الماء، ممكن كمان ياخذوها، ما في مشكلة، المهم يكون في مصدر بروتين أساسي. نعم. بالنسبة للأقذية أستاذ رانيا، طبعا كم الفترة اللي نقدر ناخذها سواء قبل التمرين أو بعد التمرين؟ يعني في ناس بتقولك بعد التمرين لا ما ينفع، لازم أقعد ساعتين أو ساعة وعقب أخذها، أو قبل التمرين كذلك، بس حابين نعرف بطريقة صحيحة وطريقة علمية كم الفترة اللي أخذ فيها هذه الأقذية سواء قبل التمرين الرياضي أو بعده؟ تمام. هلا قبل التمرين إذا كان مثلا التمرين على الساعة 6 العصر، تمام، مثل ما حكيت مسبقا تنظيم مواعيد الأكل هذا شيء أساسي في اليوم. فعلى سبيل المثال أنا أخذت الفطور، أخذت بعده وجبة خفيفة، أخذت الغداء، بعدين أخذت وجبة خفيفة، بعدين مثلا عندي التمرين الساعة 6. إذا كانت وجبة الغداء قبل التمرين بشكل عام، أو الوجبة الأساسية عندي إياها قبل التمرين، إذا كانت وجبة كبيرة أو ككمية تكون كبيرة، يفضل يعني لا تقل عن 4 ساعات قبل التمرين لحتى الجسم يهضمها بشكل صحيح، لحتى توصل للأمعاء بحاجة ل4 ساعات. إذا كانت الوجبة متوسطة يعني فينا نقول على الأقل 2 ساعات قبل التمرين. ما تكون غالبا الوجبات قبل التمرين على الأقل 2 ساعات قبل التمرين. تمام. هذا الشيء إذا اتاخذ بفترة قصيرة قبل التمرين ممكن يأثر على الأداء في التمرين، ممكن يعمل تعب، ممكن يعمل إقياء، ممكن يحس الشخص أنه مو قادر يتحرك أو يعمل التمرينات على شكل بشكل صحيح. بس ممكن ناخذ مثل ما حكيت كربوهيدرات أو نشويات بسيطة مثل فواكه، مثلا شوية فواكه مجففة مع مكسرات، أو كوب عصير فواكه يكون خالي من السكر طبعا قبل التمرين معنا من نص ساعة لساعة. بالعكس هي ممكن يزيد من أدائك بالتمرينات. صحيح. أما بعد التمرين فمثل ما ذكرت خلال ساعة بيكون ممتاز، يعني ما في داعي نتأخر أكثر من ساعة. بالعكس كل ما كان بعد التمرين كل ما كان أفضل.
مشان الجسم فورا ياخذ الاكل يهضمه ويوزعه للعضلات بشكل فوري. ممتاز. ومثل ما قلتي نركز على البروتين بعد التمرين. بالضبط بالضبط صحيح. خاصة يعني مثل ما نقول الواحد يسوي التمرينات الرياضية ما فقط أن شيء صحي وبالعكس يعني تعطيه طاقة، وثاني شيء تنزيل للوزن كذلك يحتاج يعني هذه الثقافة أساس ما فقط ينزل وزن الشخص وجسمه تكون فيه ترهلات أو العضلة تضعف، يعني هذا يلعب دور كبير تنظيم الأكل، يعني حتى العضلة ما بتضعف عند الشخص. بالضبط. في كثير أشخاص ممكن يتبعوا نظام غذائي قاسي جدا وبالفعل على الميزان يلاقوا وزنه نزل، بس للأسف إذا كانوا عم يعملوا التحليل للعضلات والدهون رح يلاقوا أنه العضلات نزلت كمان، ونحن هذا الشيء ما بدنا إياه. نحن بالعكس خلال مرحلة نزول الوزن نحن بدنا نزيد العضلات. صحيح. ما بدنا ننسى أنه نحن الرياضة مو بس مشان نزول الوزن ومشان مثلا يكون في لياقة، كمان هي إلى تأثير نفسي على الأشخاص. صحيح. ليس فقط على الصحة بشكل عام، حتى على تنظيم النوم. فهي يعني دائما نحن بنقول هو خط مستقيم، الرياضة مع الأكل خط مستقيم باتجاه حياة صحية، مو بس من ناحية الصحة الجسمية، لا كمان العقلية الذهنية إلى تأثير كثير كبير. صحيح. بالنسبة في أكلات أو أقضية أو أطعمة معينة يعني تنصحون أن الشخص يتجنبها سواء قبل ممارسة الرياضة أو بعدها؟ أكيد أكيد. هلأ قبل ممارسة الرياضة يعني نحن هاي الأكلات بشكل عام نحكي أنه نتجنبها، بس تحديدا قبل ممارسة الرياضة نبتعد تماما عن المقالي، الأكلات العالية بالدهون غالبا أو البروتينات اللي مثلا بتكون معقدة مثل اللحوم مثل كذا، حيكون هضمه صعب، يعني حتاخذ وقت بالمعدة أطول من مثلا الكربوهيدرات. فممكن مجرد ما هاي الأطعمة موجودة في الجهاز الهضمي والشخص بده يمارس الرياضة حيتعب، ما رح يقدر. شو بيصير لما نحن ناكل وجبة كبيرة أو دسمة؟ كل الدم بشكل عام بتركز بمنطقة الجهاز الهضمي. صحيح. تمام. فنحن لما نلعب رياضة بدنا نرجع نضخ الدم للعضلات، فهذا الشيء بالعكس بيسبب تعب شديد يعني وإقياء، والشخص ما بيكون مرتاح وهو عم يعمل رياضة، ما بيحس حاله خفيف. فنتجنب هاي الأطعمة. من ضمن الأطعمة طبعا هي صحية بس الألياف المعقدة، يعني في عندنا مثلا الألياف اللي بتكون صعب هضمها، ما منفضل ناخدها قبل الرياضة مثلا بنص ساعة، لأنه كمان حيكون هضمه صعب. يعني صحيح. أنا عم بحكي الألياف المعقدة ممكن تكون موجودة بالتوست الأسمر أو الحبوب أو هاي الأمور، فيفضل أنه لا ناخدها مع الوجبة، يكون قبل الرياضة شيء خفيف جدا. بعد الرياضة طبعا أكيد نبتعد عن الأكلات السريعة والوجبات السريعة اللي عالية بالدهون واللي خالية من الفوائد. نحن بعد الرياضة بدنا أشياء فيها فيتامينات فيها معادن، نحن بنكون يعني تعرقنا كثير بالرياضة، فبدنا شيء يعوض السوائل يعوض المعادن اللي نحن فقدناها. فيفضل طبعا تكون الوجبة صحية متكاملة. صحيح. نرجع لشيء أساسي يعني في كل أقضيتنا صراحة، وهذا الشيء اللي ما نستغني عنه، مع أن مرات الأشخاص يعني حتى لو بنلعب رياضة مرات ننسى حتى مثل ما أقول مشربة، اللي هو الماي. الماي طبعا له دور كبير، فحابين نتعرف أكثر على أهميته خاصة في ما أن تطرقنا لأهمية الأقضية سواء قبل وبعد التمرين. مظبوط. الماء طبعا شيء أساسي، يعني على مدار اليوم يفضل الأشخاص اللي عم بيمارسوا رياضة منتظمة يبلشوا بشرب الماء من الصبح، يعني يكون في عندهم هدف لكمية المي اللي لازم يخلصوها خلال اليوم. كمان لأنه شرب كمية ماء كبيرة قبل التمرين ممكن كمان يأثر على الأداء في التمرين، ما رح يكون صحيح. فيفضل نحن غالبا بننصح أنه قبل التمرين تقريبا ساعتين إلى 3 ساعات على الأقل نكون شربنا من 2 لـ3 أكواب. فنحن الخلايا والعضلات واصلها مي من قبل التمرين. تمام. منبلش بالتمرين، إذا كان التمرين مثلا طويل، إذا كان يعني يفضل كل 15 لـ20 دقيقة نشرب كمية بسيطة، ما ناخد كمية ماء كبيرة خلال التمرين. يعني ممكن 1 كوب من الماء كل مثلا 20 دقيقة، هذا الشيء حيكون ممتاز.
كمان شرب الماء فجأة بطريقة كبيرة خلال التمرين كمان ممكن يأثر على أدائنا بالتمرين. صحيح. بعد التمرين طبعا أساسي نشرب من 2 لـ3 أكواب من الماء لحتى العطش يروح بشكل عام، يعني نحن مو إنه والله خلص 2 كوب يعني، لا بعد التمرين ما في مشكلة. بس عنا الشيء الأساسي اللي هو قبل التمرين ما يكون في كمية مي كبيرة في المعدة، وخلال التمرين ما يكون في كمية مي كبيرة بالمعدة. بس أكيد نحن لازم نكون قبل التمرين ب3 ساعات أو من الصباح يكون في كميات شرب مي كافية للجسم. أستاذة رانيا، طبعا موضوعنا اليوم وحتى المعلومات اللي عطيتينا إياها اليوم مفيدة وممتعة كذلك، وأكيد يعني ناس كثيرة حابة تتعرف أكثر على هذه المواضيع. الأستاذة رانيا صفوان، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لك. شكرا، يعطيك العافية. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا التغذوية، وتحدثنا عن التغذية قبل وبعد ممارسة الرياضة. خلكم ويانا، طالعين فاصل وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. يانا، استفسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي بخصوص مواقف عيادة ند الحمر والمقابل للعيادة، كلها برسوم وليست مجانية، فلماذا؟ بنرفع إن شاء الله للمسؤولين عن هذا الشيء إن شاء الله، وبيكون التواصل وياكم من ناحيته. نرجع مستمعينا لفقرات برنامجنا لليوم، واليوم في فقرتنا أنماط الحياة بنتكلم عن فعاليات هيئة الصحة بدبي خلال شهر القراءة. تنظم هيئة الصحة بدبي خلال شهر مارس الجاري شهر القراءة حزمة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة والهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة بين موظفيها لتصبح عادة يومية يمارسها الجميع، وتساهم في الارتقاء بمستوياتهم سواء الثقافية والمعرفية، حيث حرصت الهيئة خلال هالعام على تنويع فعالياتها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الموظفين. وللحديث أكثر عن فعاليات هيئة الصحة بدبي خلال شهر القراءة، يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة وفاء المحيسن من قسم إدارة المعرفة بإدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات وعضو لجنة القراءة بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير استاذ وفاء. اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، صباحك نور وسرور ان شاء الله. استاذ وفاء، طبعا نحن عارفين ان شهر مارس يعتبر شهر القراءه، وطبعا اهميه القراءه سواء القراءه التثقيفيه او المعرفيه تزيد من ثقافه الشخص، وكذلك يعني مثل ما نقول تغير حتى شخصيته للاحسن. وطبعا خلال هذا الشهر هيئه الصحه في دبي مهتمه بهذا الشهر بدور كبير، فحابين نتعرف اكثر عن فعاليات شهر القراءه بهيئة الصحة بدبي والهدف كذلك من هالأنشطة والفعاليات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني طبعا أقول أن إحنا فعالياتنا في هيئة الصحة في دبي، فعاليات ومبادرات القراءة مستمرة طوال العام، ولكن قد تكون يعني مكثفة أكثر في شهر القراءة، وذلك احتفاء وتسليط الضوء على أهمية هذه الهواية أو العادة. إحنا نبيها تكون عادة أكثر من أنها تكون هواية. صحيح. وذلك إيمانا بدورها في أنها تخلق بيئة معرفية تبني معارف مختلفة سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد المهني أو التخصصي. طبعا هذا الشيء جاء من إيمان يعني من قيادتنا لما خصصت أو أطلقت سياسة الوطنية للقراءة واستراتيجية والقانون الوطني للقراءة. هذا كله اهتمام بالقراءة، يعني أن ما نخليها تكون اختيارية، يا حبذا الإنسان يتوجه ويخليها عادة يومية. وفي هدف الدولة حاطته أن باي أو على بحلول عام 2026 تكون القراءة نمط حياة وعادة يومية بإذن الله تعالى. ومن هذا المنطلق إحنا في هيئة الصحة عملنا حزمة مثل ما تفضلتي بال يعني فيها مبادرات مختلفة، من ضمنها إحنا عندنا مبادرة اسمها نهديكم معرفة.
طبعا خليني أقول إن أحلى شيء كان يعني تم يمكن الموظفين داوموا عليه يوم الأحد هي كلمة فيديو مصور من سعادة المدير العام يحث ويدعو الموظفين على القراءة صحيح. وعلى المشاركة في الأنشطة، هذه بحد ذاتها كانت يعني دافع إيجابي قوي. نتطرق إلى الفعاليات الأخرى اللي هي عندنا فعالية أو مبادرة اسمها نهديكم معرفة، هي عبارة عن إهداءات كتب سنوية. بديناها بإهداء كتاب من يجرؤ على الحلم، هذا إهداء من مكتب المدير العام لقيادات الهيئة، وتم وأيضا سيتم توفيرها في الوحدات التنظيمية على أساس أن الكتاب يكون متاح للجمهور. هذا الكتاب يدور عن تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تحويل أحلامه لواقع ملموس. عندنا إهداءات كتب أيضا كتاب الشيخ محمد عالمي الصغير، مجموعة موجهة للطفل، هذه تم توزيعها على الأطفال في المستشفيات. عندنا مجموعة تزويد المكتبات في وحدات تنظيمية مختلفة. في عندنا مفاجأة إحنا نسويها سنوية، إن في أحد مواقع الهيئة يداومون الموظفين يحصون كتاب على مكتبهم مع كاستمايز بوك مارك. السنة اللي فاتت كل موظف في مبنى الإدارة العامة حصل على كتاب، سواء كان الموظف ناطق باللغة العربية أو غيرها، وفرنا لهم أيضا كتب أجنبية. ممتاز. أنا ما بقول منو الموقع اللي اخترناه السنة هذه عشان ما يعرفون، نبغي نفاجئهم. ممتاز، وها أحلى شيء يعني عامل المفاجأة يعطي للشيء يعني عامل قريب وشيء يعني فيه بهجة أكثر. صحيح، وخلينا يكون خلينا هاي المبادرة تكون في يوم 27 مارس أو 27 بيصادف يوم يمكن إجازة، فبيكون اليوم الأحد، فبيكون يوم الأثنين على أساس يصادف يوم ساعة القراءة الوطنية عشان نساعدهم إن الموظف اللي ما عنده كتاب بيكون عنده كتاب. ممتاز. في عندنا حوارات أو حوار المعرفة، عندنا أسبوعيا حوار معرفة، وهي حوارات أو جلسات حوارية افتراضية وحضورية. عندنا جلسة افتراضيات عن أدب الطفل، بتكلم عن فن الكتابة للأطفال، وبتكون فيها مؤلفات مواطنات متخصصات في أدب الطفل بالإضافة إلى طبيبة متخصصة في علم نفس الطفل. إحنا نحاول أنظمة يعني تعرفين إحنا هيئة الصحة في دبي، فنربط الأدب بالصحة في نفس الوقت. صحيح. عندنا بعد جلسة حوارية عن دور أندية القراءة ودورها في تعزيز القراءة في دولة الإمارات، وعندنا أهم جلستين أنا حابة أسلط عليهم الضوء اللي هم جلسة أنا طريت قبل شوي كتاب من يجرؤ على الحلم للأستاذ رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج، بيكون هو حاضر في هذه الجلسة، بنتحاور معه عن الكتاب، وبيكون في يعني يتبع الجلسة بإذن الله توقيع، وبنكون موقعين الكتب للجمهور اللي يحب انه يقتني الكتاب ان شاء الله. بيكون انا بغتنم الفرصه، بيكون 9 مارس نعم 10 9 مارس الساعه 10 في مسرح مركز الابتكار الصحي باذن الله تعالى. قصص عفوا، بعد عندنا الجلسه الثانيه اللي هي اطلاق قصص نجاح. هيئه الصحه فيها قصص نجاح كثيره دارت في اروقتها، في ناس دروا عنها ناس ما دروا عنها. صحيح. فمن حق هذه القصص ان احنا نوثقها بين دفتي كتب او على شكل كتيبات. بيتم اطلاق 5 قصص نجاح تقريبا هذه السنه، وبيكون لهم جلسه ايضا للتعريف بها يوم 16 مارس الساعه 10 في نفس الموقع مسرح مركز الابتكار الصحي. فهذه أهم الجلسات الحوارية عندنا. في عندنا كمان أو مثل ما يقولون جلسة، بعد عندنا جلسة أو حفل توقيع لمؤلفين هيئة الصحة. إحنا كهيئة الصحة نفخر يعني أن يكون عندنا عدد من المبدعين والمؤلفين في مجالات مختلفة، وصدرت لهم كتب، وفي بعضهم يحاولون يصدرون كتب، ففي مفاجأة رح نطلقها لهم إن شاء الله في هذا اليوم تدعم مؤلفين هيئة الصحة في دبي في كافة المجالات. وبيكون لهم بعد حفل توقيع نتمنى أنكم تشرفونا فيه، بيكون 31 مارس ختامها مسك. من الفعاليات بعد عندنا فعالية حلوة بتكون كتابك في هاتفك. صحيح. هذه عبارة عن مكتبة إلكترونية بتكون يعني مثل ملصق على الجدار في مواقع الهيئة المختلفة. نعم. على شكل مكتبة فيها كتب شكليا، طبعا هي بتشوفينها كأنها كتاب، بس بيكون أي زائر أي سواء موظف أو حتى من الجمهور أو المتعاملين أنه يمسح الرمز وبينزل الكتاب في موبايله على شكل PDF. ممتاز.
نعم، ومن ضمن الكتب بعد أيضا بتكون موجودة من ضمن المكتبة أو كتب المكتبة الإلكترونية قصص النجاح اللي تكلمنا عنها، بتكون أيضا يعني موفرينها للجمهور، إلى بالإضافة إلى الكتاب الإحصائي اللي يهتم فيه عدد من الباحثين، يعني نسهل لهم عملية الوصول إلى هذا الكتاب. فتقريبا هذه أهم الفعاليات اللي إحنا بنسويها السنة هذه، ولا تعرفين يعني احتمال يطلع مناسبة أو شيء إحنا مستعدين لأي شيء نسويه. الجميل أستاذ وفاء التنوع في الاختيارات كذلك، يعني خلال هذا الشهر، يعني مو فقط الأشياء الطبية، يعني ذكرتي حتى من ناحية الأطفال، يعني أدب الأطفال، من ناحية المؤلفين اللي في هيئة الصحة في دبي أو اللي يعني عندهم باع في التأليف كذلك، كذلك المكتبة الإلكترونية اللي هي كتابك في هاتفك، يعني هذه يعني تنوع الأشياء اللي بتبرزها خلال هذا الشهر يعطيه طابع تشويقي، يعني أي نعم. واحد يعني سمع بهذه الفعاليات كلها عنده تشوق أن يشوفها ويحضرها كذلك، والجميع أن فيها طابع المفاجأة كذلك لأشياء معينة، فهي يعطيها طابع تشويقي وتشجيعي كذلك، خاصة يعني على هذا الجهد اللي بذلتون نشكركم، يعني خاصة أن طريقة التشويق فيها بتجذب ناس وخاصة الموظفين لها أكثر وأكثر. إن شاء الله نأملها ذلك. أنا في شغلة أغفلت ذكرها إذا تسمحي لي أقولها، أكيد. لأن صراحة هذه جدا مهمة من ضمن المبادرات أو اللي إحنا سويناها، إن إحنا السنة اللي فاتت أطلقنا شيء اسمه مسح اتجاهات القراءة في هيئة الصحة في دبي. مسح اتجاهات القراءة يعني استبيان، مثل ما أنت تفضلتي إن إحنا نسوي تنوع، بس إحنا بعد نبغى نتعرف على اتجاهات موظفين هيئة الصحة في القراءة، ما هي يعني شو أسلوبهم في القراءة، شو نوع القراءة اللي وين يقرون، متى يقرون، شو يقرون، هل في صعوبة حصول على مثلا كتاب معين، ما يعني هل قراءتهم تخصصية أدبية. فكان مسح مدروس متكامل يأتي ضمن سياق اهتمام طبعا الدولة بتنفيذ السياسة الوطنية، وبعدين يخلينا نتعرف على مثل ما تقولين هو يعد المسح الأول من نوعه، نحن نتعرف على اتجاهات وعادات وخيارات القراءة بين الموظفين على مستوى الدوائر الرسمية التابعة لحكومة دبي. صحيح. وقد يعني وهذا المسح مؤشر مهم جدا إن نحن نتعرف على الأنشطة والفعاليات اللي إحنا ننظمها لموظفينا. المسح إن شاء الله راح يكون لإطلاق نتائج برضو نفس الشيء راح نعلن عنه بإذن الله تعالى، وهذا يعد أنا ما أدري لكن حد الفترة اللي إحنا لما أطلقنا المسح كان الأول على الإمارة والدولة، وقد يعد الأول إقليميا كمؤسسات حكومية. ممتاز، لأن هي نقطة جدا مهمة كذلك ذكرتيها، التعرف على الأنماط القرائية أو الأشياء اللي يفضل الموظف يقراها أو يثقف فيها أكثر، يعني تختلف من شخص لشخص، يعني يمكن أنا أهتم بالقصص أو بالروايات، أنت تهتمين بأشياء تنمية الذات، يعني فهالأشياء تعطيك تنويع ومعرفة أن أي موظف يفضل أو أن أي موظف يفضل نوع القراءة اللي يقرأها. طبعا بعد هذا التشويق أستاذة وفاء، حابين نتعرف على منو هي الفئة المستهدفة من هالأنشطة والفعاليات، وإذا كانت في فئة محددة أو أن الفعاليات مفتوحة للجميع؟ نعم طبعا بالدرجة الأولى أو نقول على وجه الخصوص هي موجهة لمنسوبي أو العاملين في هيئة الصحة بدبي. نعم. لكن هي مفتوحة للجمهور كافة، لأن مهما كان هدفنا أن إحنا مثل ما أنت قلتي عرفتي عني أول مرة قلتي لي في إدارة في قسم إدارة المعرفة. صحيح. فإحنا هدفنا أن إحنا ننشر المعرفة وننشر ثقافة الاطلاع، مهما كان إحنا نعتبر يعني جزء من منظومة حكومية متكاملة، فما راح نحصر المعرفة لنفسنا بس. صحيح. أستاذ وفاء المحيسم من قسم إدارة المعرفة بإدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات وعضو لجنة القراءة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا، شكرا لكم. شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا الأخيرة، وتحدثنا عن فعاليات هيئة الصحة بدبي خلال شهر القراءة اللي هو خلال شهر مارس، وتعرفنا على الفعاليات والأنشطة، وطبعا في أنشطة بتكون فيها مفاجآت وفيها تشويق كذلك خلال هذا الشهر، وطبعا هذا لأهمية القراءة، ومثل ما ذكرت لنا أستاذ وفاء أن
نخليها كنمط حياة أكثر من أن الواحد يأخذها كتسلية فقط أو أن يعني كهواية يأخذها كنمط حياة. مستمعينا نشكركم لحسن انصاتكم لحلقتنا اليوم، نلقاكم ان شاء الله باكر على نفس التوقيت. قبل ما ننهي الحلقه اشكر فريق العمل وياي اليوم في الاعداد، فريق الاعداد في هيئه الصحه في دبي، في التنسيق اسراء الهاشمي، وفي الاخراج وائل قواسمه، ومحدثتكم الدكتوره عاشه البسطي، ودمتم بصحه وسعاده. صحه وسعاده.